طيب يعني هلا انا اذا بدي فوت اخذ شرايط ام كلثوم شلون يعني بدي فوت وهن بالنص تبعها؟ واذا انا بدي فوت اخذ شرايط الجاب جيلاني وعلبه الجيل كيف بدي اخذهم هن بالنص تبعها؟ في غرفة معيشتهما قرر أحمد ومحمد ملص الشقيقان التوأم أن يقدما مسرحيتهما ميلودراما لمتفرجين بالكاد استوعبهم هذا المسرح الصغير الذي لم يكن بمقاس أحلام شابين أصرا على الوصول إلى عالم الفن رغم كل صعوباته. العرض أنا برأيي كتير بيعطي هيك دلالة إيجابية لمن يرغب انه يساوي مسرح بظروف وامكانيات صفر. هدول قدروا يساووا عرض مسرحي جدير بالمشاهده بدون اي امكانيه غير ذهنهم ورغبتهم وطموحهم انه يعملوا عرض. احمد ومحمد اللذان تقدما 3 مرات لفحص قبول في المعهد العالي للفنون المسرحيه وقوبلا بالرفض دفعهما طموحهما الكبير للتواصل مع الفن الى اتباع دورات تدريبيه خاصه بفن المسرح وكتابه سيناريوهات رفضت قراءتها الشركات المنتجه باعتبارهما مبتدئين. ما في شيء بيحدث مهم وبسرعة وبسهولة، يعني نحن بنعرف قصص كتير والكل تعذب لحتى وصل، وبالتالي نحن كان حصيلة 10 سنوات من الرفض من عدم الاهتمام كذا عدة أشياء. ما قلنا أخ، قلنا ميلودراما. ما كنتش حسبنا حسابه إلا وقفتنا على بابه. إلا وقفتنا على بابه الأخ الشاور ملك أخ وقفت الواق وستين أخ وأخ. خلص أنا وياك ما عاد نشتغل غير الشي اللي بيرضينا والشي اللي بنقتنع فيه والشي اللي هو بيخص موهبتنا وكل شي هاد صار معنا. مسرحية ميلودراما عكست انسجاما حقيقيا ولافتا بين توأم في الحياة وفي المعاناة، وقدمت في فضاء مسرحي لا تتعدى مساحته 1.5 متر المربع، وتقتصر مؤثراته الصوتية والضوئية على نغمة الخليوي وضوء الغرفة. الطموح هو مثل خط الليزر يخترق كل شيء، بيخترق حائط أو 100 حائط يعني. ونحن من خلال العرض شفنا أنه الشخصيتين أبو هاملت ونجم حلموا كتير، كل أحلامه كانت تبوق بالفشل، بس بنهاية العرض كان نظرهم للأعلى مع ابتسامة لأنه هنن بيقدروا يطلعوا بس من تفكيرهم.